عايزك تشرفني. انت عارف يا كلام فيه دي بيت اختي. ما تجيش علي دي بيت اختي. ده ابو شلبي ده راجل سوي، عايز اشويه. مش ممكن ابدا. انا بيت اختي دي بيتي انا. الله ينور عليك. انا جاي من ابو زكري مخصوص. ابو زكري اتفضل يا حاج. السلام عليكم. ازيك يا حاج سعيد؟ اخبار ولادك؟ عبال الله يرحمك يا ابو زكري. الله يرحمك يا باشمهندس. خبر ايه يا اخويا؟ انت رايح تعمل مظاهرات جايب لي ده كله؟ ما احنا قلنا نخليها في السير. يا ابويا نبقى سترنا وغطى على بعض. يعني حد غريب عليك. هو يعني العريس منظر جو جابوه. قول يا اتفضل يا حاج. اتفضل. خلي العروسه. اهلا وسهلا. يا مرحبا. يا مرحبا يا باشمهندس. الله يبارك لك يا رب. يا مرحبا بيك. عنكم كتير. الله يبارك لك يا رب. طبعا تشرفنا بيكم. الله يبارك لك. احنا شرفنا بيكم والله. ربنا يكرمك. احنا كلنا واحد. العريس ابني. تعالى سلم على عمك يا رب. ازيك يا عم؟ اتفضل. وخلاص هو خجول شويه بس. يا خجول ايه يا عم؟ مالك يا عم؟ تهدى كده على نفسك. حاضر. سلامتك يا حاج. عقبالكم كلكم. مش عايزين نيجي. خال العروسه حماه الله يرحمها ما كانتش تسيب صوره عبد الحليم من قدامها ابدا لما جابكم زي ما انتم شايفين. خد جناول ملكان اللي فاكره عبد الحليم حافظ زيه. يعني انت تحب فيلم الخطايا. اه عيني عشان تعرف انت مش مناسب حد وبس. خير ان شاء الله. خير يا رب. ده فندي كان عايزني انا وهو بعضينا عشان خلي بالك لما جيت له وانا عشيه فبيقول لي 50 و60 و70 فبقول له نشيل مع بعضينا والعمليه تمشي واحده عشان الشباب عايزه تكوي تشد حيلها شويه. الشاب يعمل ايه؟ شكه ودنيا ودنيا. بص يا حاج هقول لك على فاضل حضرتك. اولا تأديت الناس ناس كويسه يا سيدي. ده شرف احسن ناس. ده انت احسن ناس يا باشمهندس. ده شرف. وطبعا انا لازم تبت اختي لازم اتبناها حقها يا سيدي على راسي. فدي حاجه ما تزعلش. لا ما تزعلش بس بالعدل. بس لا يا اهل العروسه ما يحملوا عليه. هات لنا ب 50 وهات لنا ب 60 وهات 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 وهات. يا ابويا ما ياخد العروسه فوق البيع. بص يا حاج. طب هقول لك على حاجه. انا مش بقول له هات لي شقه ولا هات لي عزال. يجيب العزال اللي هيشرفه. تمام. لكن انا بقول هضمن حق البيت. هو ضمان حق ده لازم. ما لا ما دي الورقه دي حق ضمان حق. اسمع يا حاج. مش بنحط في الكشف دلوقتي. مش بنحط في الكشف دلوقتي. احنا بنقول له هات ب 50 ابو شاله. لابو شاله بيقول لي ب 75. 75 كمان ذهب و50 او 60 10. ليه يا عم؟ واخد بت واخد بالتنين يا عم. انا جاي لك خالص يا ابويا. ما هوش وش ناسب يا عم. انا هجيب له حاجه تشرف. ده ازاي ده هو شارف يا ابويا؟ اسمعني انا هجيب له بوتاجاز العروسه تقول له بخ يولع. بخ يولع ده حاجه جايه من بره. ده حاجه طلعت جديده. بخ يولع يعني اسم الله على ابنك. ده طالع من الفرن طازه يا ابويا. يا ابويا انا محب. يا ابويا قول لابو ما تحب مين الكلام ده بره؟ مش هين يحبك بورس انت ولا جامد. ما حدش وقعني من فين. وبعد ما نخف اللي تتجوز بفرخه تطلع بقول تهش يا عم الحاج. لا 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 ده حق. دفعت 50 انت ساعه ما اتجوزت ولا 60؟ ما مديهم جنيه وربع. كان الجنيه وربع كمون. لو كده ابو كمون. بص هقول لك اتفضل يا عم استاذ عبد الحليم. دلوقتي الزمن اتغير. تمام. يعني زمان غير دلوقتي. تمام. شوف كيلو لحم كام. طب ماشي. ما احنا نقعد يا باشمهندس نحسب الحاجات دي بالعقل. طب للبنت هتتجوز ولا تتجوز؟ وبعدين احنا عايزين ينسي الامور. يا ابويا يا عم الحاج صل دقيقه صلوا على النبي. انا مش قاعد كيس جوافي هنا. اتفضل. لا يا عم ده انت ده انا ابو العروس. ده انت اخونا الكبير كمان. انا قلت لك بلاش. قلت لك بلاش. ده دقيقه ابو شلبي. بعد يا عم ابو شلبي بلاش. حق بنتي يا ابو شلبي. ابو مروح انا قاعد في بيتك يا عم. ده انا اللي اروح. ما اقول ايه؟ طيب انت سامع كلام يا حاج سعيد؟ صل على النبي. يا ابويا الدنيا غليت. عاوز بكام ذهب؟ طب اكمل لك عشان تقتنع ان الدنيا غليت. ماشي معاك. زمان البيضه كانت قد كده وبربع جنيه. تمام. صغروها خلوها كيلو بجنيه وربع. احنا هنحط في البيضه ونحط في الدنيا. سبحان الله. 10 على 10 والله. والله اعمل ايه تاني؟ راجل 10 على 10. يا بختك اللي تناسب الراجل ده. عرفت عاد؟ يا بخت. يا بخت صحيح. وهجيب له حاجات تشرف. كمان هياخد حته الدهبه يا ابوي. والله من وشك كفايه القص. شفت انت؟ شوف الرجاله بتاعتها مين ومين يا عم. انت ما حكيت لهم؟ شفت بتاع الورنيش اللي شافه على المحطه عمل ايه؟ ورنيش.
والله العظيم يا باشمهندس احنا طبعا سمعنا عن الاصل تعال صوتك شويه عشان نموتها انا. احنا سمعنا عن اصله وادب وعائله تشرف بس لسه ابني ابتدى يعني ابتدت حياته يعني ريح الكلام واحنا يعني ربنا يوفق متشكرين على برضه الكلمه وكفايه ان انت خالها تشرف اي حد يعني انت راجل محترم وابنك محترم حاج ابو زيد بصراحه احنا ما نقدرش ايه طلباتك من الراجل بس انت دلوقتي شوف اللي ريحك اللي انت عايزه وقول له عليه حد كام هو قال لك 50 45 65 75 انا عايز 75 يا راجل قاعد الكلام عشان الامور تمشي يا ابو زيد عيب احنا مش بعضينا طبيعي كلمه الحاج طلعت من الاول ده انت واخد بنت ابو زيد يا عم اصبر وبعدين ده نجيب له حاجات كتير يا حاج سعيد صلى على النبي على الصلاه والسلام لا تمشي 50 ولا 75 زي ما المتفق عليه اللي هو ماشي في الايام دي ايوه هتمشي 35 ليه يا عم جابك يا عم سلامك على رجبتي يا عم سلامك على رجبتي ده اللي يرضي ربنا برضه خلاص خلاص يا عم في الاول وفي الاخر برضه اما تروح بيتها بالحاجه بتاعتها والله احنا البيت حلو يا عم سعيد عندها شيخ البلد وعندها طين طين انت داخل على طمع يا عم يا عم دين قاعد يقول دين قال دين يا عم ده داخل على طمع يا عم طمع ايه يا عم المرحوم امها كاتبه لها سبع فد يا عم ماشي ربنا يرحمها ربنا يوسع عليكم والحمد لله وربنا يوسع عليكم وانتوا ناس مبسوطين ودول ناس طيبين وربنا يوسع وسايبها لك الخال قد كده صل على النبي انت هتجيب لها ايه يا عم ابو انت يا ابويا انا هجيب حاجه تشر ايه اللي هتجيبه بوتاجاز زي ما قلت لك وهي واقفه كده في اوضه نومها بخ يجيبوها لك اوتوماتيكي اوتوماتيكي هتشوف يا ابو يا عم ابو شعبي هتشوف انا خطر مش هتكلم بنتكلم عليك احنا مش عايزين دلوقتي الناس بتعتمد وعايزه بوتاجاز اللي هو اشعاع زيت بخي ولا تمام انت انا انت مش عارف تقول ايه ليه لا هو عندنا في البلد بخي ولا اشعاع زيت اقعد انت بس تغلطك اشعاع زيت ايوه بص الثاني يا سيدي هنجيب لها براد نجيب لها سخان يسقع الميه في عز الحر يسقع في سخان بيسقع يا راجل بتصلي على النبي التونكولوجي التونكولوجي يا نبي التونكولوجي ده راجل حلو ابو زيك راجل محترم لما اتكلم بالصح وقر الفاتحه بص يا عباس انت مشتري ولا مش انا عشان خاطر سواد عيونك انت مشتري البت حتى مع ان مش جايب يلا مش مشكله عشان خاطرك يقرا الفاتحه امين على كده ها امين امين في كلام تاني انا كنت هجيب له واد فرح مع ايه يا عم الشيخ هجيب له فرح هجيب له الواد فرح حكى عليه هو ستر البنات ومشي وستر عشان خاطر كنت نقرا الفاتحه يا عم الحاج الفلوس الاول طيب نقرا الفاتحه يا عم الحاج مبروك يا حاسي انا طلعت تجاره القران كله في حاجه مبروك يا حاج ابو شلبي الف مبروك مبروك يا تمام على حاج مبروك يا عريس الله يعينك على نسيبك يا مبروك الله يعينك عليك مبروك حاجه لا انت زوم انت مشغل في البلد باللي فيه جبته في الطريق يا الله في ركب عربيه ارجع على الوقت منهم ثلاثة زي بعض
اسمه ايه ده؟ اه ده الحمام كله ده الحاجات بتاع الحمام كله. ده الدكسيه الكنكه يعني بالانجليزي البراده ماشي جبر اللي فاضي مش مكسور والله السحب فيها ابوي يا ابوي دقيقه فهمنا برضه يا ابوي وادي السجاد الشرشوبه انا عارف ان ما عندكش بلاط بس جبتها لك ماشي وادي يا سيدي مش عارف مليان ايه ايه حاجتك كامله المكارس البوتاجاز ام ذكري كتبت لك سنينها بيها زي بعض البوتاجاز يا ريس اه بوتاجاز شتة سعلة ايه ستة سعلة سعلة اي عباس ده التليفون هقول الو لبعض ازاي وهو في الحمام الو ماشي يا عم استنى التليفون دقيقة بطلي بطانية سراتوجا العالمية جلد النم بس هو مي استنى في حاجة تاني جوه استنى حاجة تاني الحاجة جت انت اما ترقص عليه دقيقة يا ابوي اما ترقص عليه حصيرة حصيرة تقطع ايه وما عايز تديها اما يخرب بيتك وبتلزمك الاسود ده غير الشنطة دي انت ما تنزل يا ابويا باقي حاجه انت ما تنزل ما تنزل حاجه اللي واخده جايبه يا عم اللي زي حاجه جبته ده خد اوريك البراد ابو لبلب لبلب دي يا عم هي احسن من بقى يا خرب بيتك يا ابو شلبي انا قالوا لي بلاش من ابو زكر قالوا لي بلاش من ابو زكر انا هوريك البراد يا عم بلاش يا عم الحاج مش ينفع ده ايه يا ابو ده طيب مين هو ايه ده يا عم خد حاجتك وحاسبونا على ده شمش تخش بالحمام ان شاء الله ما تدخل على قدام هي ولا جاه ده شمش جديد دخل على قدام هي ولا جاه ده فين انت ده بتاع هو اللي عمره حافي حافي ايه ده حافي يا رجل يا بخيل يا عم حاجتك والدنيا حسابها يا عم حسابي التراخ استنى يا عم حسابي يا ابو خمون البراد ابو لبن هات الحاج سعيد البراد ابو لبن بس يا عم ما تنزلش حاجه يا عم يا عم حاسبوني انا يا عم استنى يا عم حسابك في جهنم ما تنزلش يا هشام يا ابو شلبي سلام عليكم ابو شاي كبيره اتفرج يا عم سعيد ده الحاج الجبردي جايب لي من ابوك يا يا ابوك يا جايب لي من ابوك يا التعروف دي برضه حاجه تعروسه يا ابني